تعد اف 4 فانتوم 2 واحدة من أكثر الطائرات النفاثة المحبوبة إنتاجاً على الإطلاق. تم بناء ما مجموعه 5195، وحتى عام 2001 أكثر من 1000 لا يزالون في الخدمة حول العالم. وعلق الطيار الذي حلق بالطائرة: عندما تقترب من الطائرة ستندهش من حجم الطائرة ومجال الرؤية الضيق. أول ما يصدم معظم الناس هو حجمه الضخم، الانتفاخات غير المعقولة الناتجة عن تجمع الهوائي، حتى أن النقص العام في الجمال. كل هذا ذكسبها لقب وحيد القرن. إنه ممثل نموذجي لمقاتل الجيل الثاني، أداء متوازن من جميع النواحي. إنها ليست جيدة في القتال الجوي فحسب، بل تتمتع أيضاً بقدرات هجوم بري قوية، لكن أوجه القصور واضحة أيضاً: نصف قطر الدوران المفرط وضعف القدرة على المناورة عند زاوية هجوم عالية، أداء ضعيف قليلاً في الارتفاعات العالية والمنخفضة للغاية، اشتراطات عالية للمدرج عند الإقلاع والهبوط. ولكن طالما أنك تعتاد على هؤلاء، إذن فهو أحد أباطرة السماء. في عام 1952 خلص المدير التنفيذي لشركة ماكدون الأيركرافت كامبيني بعد التحليل إلى ذلك: ستحتاج البحرية إلى نوع جديد تماماً من الطائرات، الطائرات الهجومية المقاتلة. لذلك منذ عام 1953 بدأت الشركة في تعديل تصميم مقاتلة F3 H دايفل الحاملة من أجل الحصول على قدرة أكبر للذخيرة وأداء أفضل. ثم جاء يوم 19 ديسمبر 1953 ماكدوند يقترح طائرة مقاتلة سوبر ديفيل للبحرية الأمريكية، تعتمد الآلة تصميماً معيارياً فريداً، احمل قمرة قيادة فردية أو مزدوجة حسب المهمة، ووحدات رأس مختلفة بما في ذلك الرادار والكاميرا، 4 مدافع 20 ملمتراً 79 بوصة، 56 صاروخاً طوياً الجناح غير متحكم فيه، 9 نقاط خارجية صلبة تحت الأجنحة وجسم الطائرة. أبدت البحرية الأمريكية اهتماماً كبيراً بعد الاستماع إليها، لذلك طلبوا من ماكدوند تحويل تصميمهم. تم تعديلها إلى قاذفة قنابل تعمل في جميع الأحوال الجوية، يأتي مع 11 بؤرة أسلحة. متطلبات تصميم إكسف 4 إتش شرطة واحد هي: تحمل 4 صواريخ جو متوسطة المدى من طراز أم شرطة 7 سبايرا وموجهة بالرادار. قم بتثبيت محركين جي 7-9 شرطة جي شرطة 8. يمكن أن يؤدي حجمها الأصغر إلى زيادة قدرة تحمل الوقود في الماكينة، ويعمل من خلال مجاري هندسية ثابتة. تم تصميم الجناح بجناح مائل بزاوية 45 درجة. تم تثبيت اللوحات المنفوخة أيضاً لتحسين قدرة الطائرة على المناورة بسرعات منخفضة. ثني طرف الجناح بمقدار 12 درجة، يكافئ تماماً ثني الجناح بأكمله بمقدار 5 درجات. كما تعمل بنية الحافة الأمامية الموجهة عند أطراف الجناح على تحسين قدرة الطائرة على المناورة في زوايا هجوم عالية. تم ضبط الزاوية ثنائية السطوح الخاصة بالمثبت الأفقي المتحرك على 23 درجة لتحسين قدرة الطائرة على المناورة في زوايا الهجوم العالية. منع اصطدام الموازن الأفقي بتدفق هواء المحرك. في نفس الوقت يتم إضافة لوحة متحركة إلى مجرى الطائرة لضبط تدفق الهواء إلى المحرك أثناء الطيران الأسرع من الصوت. يتم تثبيت رادار بيكيو شرطة 50 على المقدمة للسماح للطائرة بالحصول على قدرات الاعتراض في جميع الأحوال الجوية. تم تمديد قسم الأنف بمقدار 20 بوصة لزيادة زاوية الهجوم أثناء الإقلاع. بعد إتمام الرحلة التجريبية بنجاح، التالي هو التسمية. كان هناك اقتراح لتسمية F4H إما الشيطان أو ميثرا، ولكن أطلق عليها أخيراً اسم فانتوم 2 لأنه ليس فقط قوي للغاية، تحطيم الأرقام القياسية العالمية عدة مرات، سجلات الطيران على ارتفاعات عالية. في 6 ديسمبر 1959 صعد النموذج الأولي إكسف 4 إتش شرطة 1 إلى 30040 متراً، كسر الرقم القياسي السابق لارتفاع الطيران العالمي البالغ 28852 متراً. 5 سبتمبر 1960 سجل رقماً قياسياً عالمياً لمتوسط سرعة 1958.16 كيلومتراً ساعة على مسار مغلق 500 كيلومتراً. 25 سبتمبر 1960 حقق رقماً قياسياً عالمياً بمتوسط سرعة 2237.26 كيلومتراً ساعة على مسار مغلق بطول 100 كيلومتر. عملية لون:
24 مايو 1961 طار فريق من فانتم 2 إس عبر الأمريكتين. أكملوا المهمة في أقل من 3 ساعات. وأسرع طائرة يبلغ متوسط سرعتها 1400.28 كيلومتراً بساعة، 2:47. لم يتم تعديل جميع الطائرات التي سجلت أرقاماً قياسية، كلها جواً بالطائرة الأصلية. ما هو الأداء مثل؟ مقاتلة إف شرطة 4، الطول 19.2 متر، جناحيها 11.7.1، ارتفاع 5 متر، مساحة الجناح 49.2 متر مربع، الوزن فارغ 13.757 كيلوغراماً، 2 محركات نفاثة جي اف جي 719 جي شرطة 17 اي. يمكن أن تصل السرعة القصوى إلى موك 2.23، سرعة الانطلاق 940 كيلومتراً ساعة، معدل الصعود 210 متر في الثانية يصل إلى 18000 متر، أقصى مسافة إبحار 2699 كيلومتر، 680 كيلومتراً نصف قطر قتالي، ومجهزة أيضاً بمجموعة متنوعة من الأسلحة والمعدات القتالية، 1 مدفع M61 فولكان عيار 20 ملم مع 640 طلقة. تحتوي كل من أعشاش الصواريخ الجوية لأشرطة 3-2، لأشرطة 5-9-7 إمكي 4S، أو إمكي 40 فولدينغوين 2.75 صاروخ إيرو، صاروخ نائم شرطة 9 سيد ويندر جوجو قصير المد، صاروخ مونستر سنيك سالب 3 جوجو، صاروخ نايا إم شرطة 3-9-0 جوجو، صاروخ جو متوسط المدى من طراز نائم شرطة 7 سبارو، صاروخ جو متوسط المدى متقدم نائم شرطة 1-2-0، صاروخ جوجو قوة، صاروخ جو أرض نايت جي إم شرطة 4-5 موسو، أيد جي إم شرطة 6-2 ولي صاروخ جو أرض، أيد جي إم شرطة 6-5 مافريك صاروخ جو أرض، أيد جي إم شرطة 7-8 صاروخ قياسي مضاد للإشعاع، أيد جي إم شرطة 8-8 صاروخ جو أرض عالي السرعة ومضاد للإشعاع هوم، 8480 كيلو جراما من القنابل الجوية بأنواعها المختلفة، قنبلة إم شرطة 1-1-7 شديدة الانفجار، قنبلة إم شرطة 1-1-8 شديدة الانفجار، قنبلة عنقودية سي بي يو شرطة 2-4. فضلاً عن تركيب أحدث أجهزة الكمبيوتر الباليستية، إشارات الدخل الرئيسية هي نيسان شرطة 6-3 إخراج جهاز الملاحة بالقصور الذاتي، سرعة الأرض، السرعة العمودية، المحمل، محمل الرأس الحقيقي، المسار، الخلوص الأرضي، التسارع الرأسي، إلخ. معلومات النطاق ومعلومات تتبع شبكان الرادار لرادار التحكم في الحرائق أيبديكيو شرطة 1-2-0. معلومات الحالة لاختيار مفتاح القصف المنخفض للارتفاع تسليم السلاح. يتم إرسال معلومات الإخراج الخاصة بجهاز الكمبيوتر ASQ شرطة 9-1 على التوالي إل نائب جيبي شرطة 7 مربع الموقف ونظام حساب القصف. مجموعة التحكم في الطيران النائس شرطة 3-2 بما في ذلك خطأ في اتجاه رأس الطائرة والاتجاه النسبي والمسافة المستهدفة. نايس جي شرطة 2-6 منظار بصري حسابي أمامي يشير إلى هبوط أو إطلاق لبرج السلاح المحدد. يحتوي جهاز الكمبيوتر ASQ شرطة 9-1 على 6 أنواع من مفاتيح حالة العمل للاختيار من بينها قصف التباطؤ زاوية صغيرة، قنبلة تباطؤ منخفضة الارتفاع، قنبلة سحب الغطس، القصف المستهدف، قصف الانحراف غير المباشر، إطلاق صاروخ إدجي إم شرطة 4-5 المضاد للإشعاع. ومع ذلك فإن مثل هذا المقاتل القوي له مزايا واضحة وعيوب واضحة. في القتال الجوي تتمثل أكبر ميزة لفانتم في الدفع بمحركها. تتيح هذه الميزة للطيار الماهر الانضمام بحرية والانسحاب من القتال الجوي في أي وقت، ولكن لأن محرك جي 7-9 سينتج الكثير من الدخان الأسود عند تشغيله يسهل على الخصوم تحديد موقع طائرة فانتم. يتجلى هذا القصور بشكل خاص في القتال الجوي لطائرات فانتوم والمقاتلات الصغيرة، ولكن على الرغم من ذلك لا يزال بإمكان الأداء القوي التستر على هذا الخلل الفادح، وبسبب الإنجازات غير العادية للطائرة إف شرطة 4 في ساحة المعركة أسقط مقاتلة صينية من طراز جي شرطة 5، طائرات مقاتلة من طراز ميك شرطة 1-7 تابعة لسلاح الجو الفيتنامي الشمالي، مقاتلة ميج 21 ولدت العديد من الإصدارات المشتقة إف شرطة 4A. الطائرة مجهزة برادار أيبديكيو شرطة 7-2 يمكن أن تحمل 4 صواريخ جوجو سبارو 3 بدون مدفع ثابت. إف شرطة 4B هذا النوع من الطائرات مقاتلة في جميع الأحوال الجوية للاستخدام من قبل البحرية الأمريكية وسلاح مشاة البحرية الأمريكي للتفوق الجوي. إف شرطة 4C
الطائرة لديها قدرة أقوى على الضربات الأرضية، القدرة المضافة على قياس التضاريس، والقصف اليدوي. مقاتلة الفانتوم بسبب شكلها الاستبداد اكتسبت عددا لا يحصى من المعجبين في جميع أنحاء العالم. هل أنت معجب به أيضاً؟